أهلا وسهلا بيكم. رحلة سلام، وأنا عمرو منتصر معاكم. والنهاردة يعني مبسوط الحمد لله من الناس اللي كلمتني امبارح تعليق على الحلقة، وبقول إنه بفضل ربنا وبفضل الناس اللي عندهم وعي وعندهم، انا بقيت اشوف انه في ما شاء الله في المستمعين وعي كبير جدا، وبقيت اشوف انه في ناس من الثقافة، انه الناس بقت بتعلق لي على امور، بقيت اقول يا جماعة ده انا محتاجة اتعلم منكم. فصراحة دي حاجة فخور بيها جدا، وكان لازم اقول عنها انه انا حقيقي بتعلم من الناس اللي بيسمعوني. النهاردة الحلقة يعني احنا متفقين انها جلسة نفسية، والنهاردة هتختص بجزء من اساسيات العلاقات. احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن العلاقات اكتر في الموسم ده، واول او قبل اي شيء في العلاقات هنقول انه ايه اهمية اصلا العلاقات في حياتنا، وايه اهمية اصلاح العلاقات في حياتنا، ولأنه موضوع حساس جدا ومهم جدا، فحبيت إني أبدأ بيه. كم من علاقات حوالينا فاسدة بايظة، وكم من ناس حوالينا هم قريبين اسما ولكنهم أبعد ما يكون. هل هم الخسرانين ولا احنا الخسرانين؟ كم من صحاب خسرانين بعض؟ كم من إخوات خسرانين بعض؟ كم من أهالي مقاطعين بعض؟ طيب إحنا فين؟ وألاقي إنه مجموعة كبيرة من الناس بدأت تتأقلم وبدأت تبقى عايشة عادي خالص، هو أخوه اللي هو من لحمه ودمه مقاطعه، ومقاطعه بقاله فوق 10 سنين، ومش ناوي ابدا انه يرجع يتكلم معاه، والدنيا تمام ومش عارف ايه. بل بالعكس، انا مقابل ناس وقدامي وحواليا مقاطعين امهاتهم وابهاتهم واولادهم. قد ايه الموضوع قوي، وقد ايه الموضوع قاسي، وقد ايه الناس دي، مش هقول انها ناس وحشة ولا حاجة، ولكن من الايذاء وصل بيهم الحال الى انه يقول يا سيدي انا متحمل الوزر بس انا مش عايز اقرب منه. وان كان ده شيء غلط جدا، وان كان ده شيء انا ارفض تماما انه ده يكون مبدأ، لانه احنا يعني مش لازم انه الدنيا تيجي على هوانا ولا العلاقات تيجي على هوانا. ولكن حتى وإن كان العلاقة ما فيهاش صلة قرابة، أو ما فيهاش بر، أو ما فيهاش صلة رحم، هل الطبيعي أو هل عادي إن أنا صاحبي اللي مزعلني أخسره؟ طيب سيبك بقى من إني صاحبي أخسره ومكسب وجود العلاقات في حياتي، وجود الناس الكتيرة واللي عنده صحاب كتير أو اللي عنده صحاب قليلين، والكواليتي أو الكوانتيتي أو العدد أو الكفاءة الصداقات والعلاقات، كل ده حلو هنتكلم عنه، لكن في حاجة أولى من ده، إنه مش بس العلاقات بتاعتك اللي بايظة، علاقات كل اللي حواليك اللي بايظة. هل أنت عليك مسؤولية تجاه مش بس علاقاتك، تجاه علاقات اللي حواليك؟ أنا فوجئت بإنه الموضوع أكبر من كده بكتير. انت مش بس عليك مسؤولية، ده انت عليك امر من ربنا بانك تصلح العلاقات اللي حواليك. مش العلاقات اللي حواليك معاك، لا، علاقات الناس ببعضها من حواليك. هتقولي طب اللي انت بتقوله ده، انا ده كان برضو شيء يعني بالنسبة لي مستغربه جدا، لغاية لما عرفت، لغاية لما قابلت وتعلمت وقابلت المواقف دي. احنا في العشرة الأواخر من رمضان
كلمني حد عزيز عليا غالي عليا جدا وقال لي وكلمني وكان متضايق. فبقول له في ايه؟ انت ايه اللي مضايقك يعني؟ قال لي انا محضر نفسي انزل واصلي قيام الليل صلاة التراويح، ومحضر نفسي ان انا اروح، واضطريت جالي مشوار لازم اروح اعمله، والناس ضيعوا عليا، احتمال تبقى ليلة القدر والناس ضيعوها عليا. طب يا ابن الحلال انت رايح فين؟ ايه المشوار اللي مزعلك قوي كده؟ قال لي اتنين متخانقين وحلفوا لازم انا اروح معاهم عشان اصالحهم على بعض. قلت له يعني تسمح لي ان انا اعدل لك وجهة نظرك؟ قال لي قول. قلت له صلاة القيام سنة ولا فرض؟ قال لي سنة. قلت له مشوار اللي انت رايحه سنة ولا فرض؟ قال لي اصلاح بين الناس سنة. قلت له لا انا اسف، اصلاح ذات البين فرض وصلاة القيام سنة. قال لي ازاي فرض وبعدين افرض ليلة القدر؟ قلت له ده يا بختك لو ليلة القدر، ده يا بختك لو انت رايح تصلح ذات البين وهي ليلة القدر. قال لي ازاي؟ قلت له احنا عندنا ما هي الفروض، يعني ايه الفروض اللي احنا تسمى فروض؟ اوامر ربنا، اوامر ربنا على البشر فرض، خلاص ما فيهاش كلام. لما ربنا يقولك اعمل اذا هو فرض. لما تلاقي ربنا بيقولك انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، لما ربنا يقولك فاصلح بين اخويك، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، ده امر ولا مش امر؟ فاذا كان ده امر يبقى امر ربنا فرض ولا مش فرض؟ وان كان فرض يبقى تجري تعمله ولا ما تعملوش؟ وانا لما جيت اشوف او ابحث في ايش معنى يا رب تقول لي فاصلحوا بين اخويكم، يعني ليه الموضوع مهم قوي كده؟ تيجي تبحث تبص في اصلاح ذات البين تلاقي الموضوع من اهم العبادات اللي تقف بيها قدام ربنا. تخيل من اهم عبادات ربنا في هذه الدنيا اصلاح ذات البين. ولو عرفت الصلاحيات اللي بتبقى اللي ربنا مشرعها للي بيصلح ما بين الناس، لو عرفت صلاحيات اللي ربنا مديها له والجائزه او الهديه او تمن العباده دي، انت مش هتصدق، هتقول ايه ده يعني الموضوع للدرجه دي مهم؟ اه مهم. احنا عندنا عبادات كتيره جدا مهمه جدا وغاليه جدا، لكن هل تتخيل انه عباده اصلاح ذات البين، وكلمه اصلاح ذات البين انا نفسي كنتش فاهمها، قال لك اصلاح ذات البين من معناها بين الناس ولكن بين ذات نفس كل انسان، اصلاح الانفس تجاه بعض، مصالحه الناس على بعض. وفي مره كنت اتحطيت في ظرف، طار ما بين عيلتين كبير جدا، وفوجئت اني في يوم وليله انا مسافر وقاعد في صوان كبير جدا وحاضر صلح ما بين عيلتين كبار جدا في اخر الدنيا في الصعيد، وفوجئت ان انا قاعد بشهد صلح وكل القصة دي، وحاضر بقى ناس كبيرة جدا وحاضر ناس محترمة جدا علشان يشهدوا الصلح سليم. وكان الحدث ده بدأ معايا من وقفة في كشك، كنت رايح ركنت ونزلت أشتري حاجة من كشك، والله ما فاكر كان ايه، كنت بشتري مية او مش متذكر كان ايه. والراجل قال لي هو انت عمرو منتصر؟ قلت له اه. قام طالع لي من الكشك وقام ماسك فيا، قال لي انا ربنا يعني مقدر الوقفه دي ومقدر ان احنا نتقابل. فقلت له يا ابن الحلال اللي انت عايزه؟ قال لي انا مش هسيبك. قلت له ما تسيبنيش. قال لي انا في كذا 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 وانا سايب البلد ومسافر لانه فيه طار.
قلت له أنا معاك، شوف أنت عايز إيه. الموضوع كبر 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 لدرجة أنه العيلتين اتكلمت معاهم ووافقوا على الصلح، وسافرت فعلا وحصل صلح لم أكن أتخيل أنه ربنا يسهل لي الحضور في حاجة زي دي وتصلحوا. وسبحانك يا رب، أنا كنت معناها بالنسبة لي كان سفر مسافة بعيدة ومش عارف إيه، واللي يبص كده يقول طب أنت يعني 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 حاجة مقلقة برضو يعني. ولكن لقيت إن الموضوع أنا اتبسطت جدا، وما كنتش أعرف أجر ده إصلاح ذات البين. وكل ما في الأمر إنه العيلة دي ناس طيبة ومحترمة، والعيلة دي ناس طيبة ومحترمة، ولكن فيه من زمان تبييت لنوايا وتبييت لزعل شديد من أكتر من 30 و40 سنة شايلينه لبعض. الجد ده كان عمل إيه في الجد ده؟ فالأولاد كبروا يعملوا إيه؟ سبحانك يا رب، وفي الآخر اتصلحوا.